وزير الخارجية قرر وقف إطلاق النار في غزة علامة حياة للأمم المتحدة. زيادة طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي وتراجع في النمسا. تحذير من انهيار نظام التعليم في فيينا بسبب لم شمل السوريين. ثلث سكان النمسا يعانون من خسارة الدخل رغم الزيادات. حملة واسعة على منازل في فيينا على العمل الأسود وسرقة الكهرباء. وإصابة سوري بجروح بعد خسارة تركيا أمام منتخب النمسا لكرة القدم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة بأنه علامة حياة للأمم المتحدة. وأكد شالينبرغ على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية وتحرير الرهائن في غزة. وأعربت وزيرة خارجية سلوفينيا تانجا فاغون عن أملها في أن يؤدي القرار إلى وقف مؤقت لإطلاق النار ومساعدة إنسانية ثم إلى سلام دائم. يذكر أن القرار تم طرحه من قبل مجموعة الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتم اعتماده بتأييد الأغلبية مع امتناع أمريكا عن التصويت. زادت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% في عام 2023 وفقا لبيانات يوروشتات، حيث تقدم 1 مليون شخص بطلب الحماية الدولية مقارنة ب 874 ألف شخص في 2022. وبعد انخفاض في 2020 ارتفعت الطلبات لثلاث سنوات متتالية، وكانت أغلب الطلبات من سوريا، تلتها أفغانستان، تركيا، فنزويلا وكولومبيا. وقد سجلت النمسا انخفاضا بنسبة 50% في طلبات اللجوء في 2023 مقارنة ب 2022، لكنها حصلت على ثاني أعلى عدد من الطلبات بالنسبة لعدد سكانها. كشفت صحيفة بروفيل أن 350 طفلا من اللاجئين السوريين يصلون إلى فيينا شهريا في إطار لم شمل العائلات. وقالت الصحيفة أن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر في مدارس المدينة، حيث وصل حوالي 7000 طفل العام الماضي، محذرة من انهيار النظام التعليمي. وطالب توماس كريبس من نقابة المعلمين بدعم إضافي للمعلمين والعاملين الاجتماعيين، فيما عبر نائب عمدة فيينا فيدا كير عن تفاؤله بتوفير فصول دراسية جديدة مع تحفظ من وزارة التعليم، معتبرة بأنه شأن خاص للولايات. أفادت دراسة حديثة للإحصاء النمساوي بأن 28% فقط من المواطنين شعروا بخسارة في الدخل خلال السنة الماضية، وهو انخفاض بنسبة 7% عن العام السابق. وأشارت الدراسة إلى زيادة توقعات المواطنين بتحسن الأوضاع المالية مع توقع 22% زيادة في الدخل، ومع ذلك يظل هناك تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يجد 30% صعوبة في شراء المواد الغذائية. ورحب وزير الشؤون الاجتماعية بالتطورات وطالب بإصلاحات محددة لتقليل الجوع، بينما حذرت شبكة مكافحة الفقر من استمرار الجوع ودعت إلى تحسين مزايا البطالة. نفذت مجموعات التدخل الفوري وشرطة فيينا بالتعاون مع إدارات حكومية مختصة مداهمة لمباني سكنية في الحي 20 كشفت فيه عن مخالفات عدة، بما في ذلك إضافات غير مرخصة وحالات سرقة كهرباء. وقد تم إيقاف الكهرباء عن 23 شقة بسبب مخاطر تركيب الأسلاك بشكل خاطئ، وتم منح المستأجرين مهلة لإصلاح المخالفات، وشاركت العديد من الجهات في العملية، إضافة لقيام الشرطة المالية بإجراء تحقيقات ضد مالك المباني مع احتمال وجود شركات وهمية، كما أجرت الشرطة 122 عملية تحديد هوية للسكان. شهدت ساحة براتا في فيينا حوادث شغب بين مشجعي المباراة أتراك ونمساويين عقب خسارة تركيا 6-1 أمام منتخب النمسا في مباراة ودية. وعبر رالف رانجيك مدرب فريق النمسا عن فخره بأداء اللاعبين وتحضيرهم لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وعقب الانتصار كانت هناك عملية كبيرة للشرطة عندما كانت جماهير الفريق النمساوي تهتف بالفوز على تركيا بالهتاف والرقص. ضرب المشجعون بعضهم البعض وأصيب 5 أشخاص، تم نقل 4 منهم إلى المستشفى.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.